والله احنا ما يصير هذا التدخل، ما نقبل هذا التدخل، لان احنا عندنا قوانين وعندنا مشروع وعندنا قضاة وعندنا دولة عراقية خاصة بقوانينها، فما نسمح لهم يعني يتدخلون، لان احنا ما نتدخل بهم، هم كدولة امريكية احنا نتدخل بشؤونهم، نتدخل باوامرهم، ما يصير، فاحنا ما نقبل هذا التدخل ابد. مرفوض، نرفض احنا، نرفض اي سفير واي واحد يتدخل، احنا دولة وكيفنا احنا شرع قوانين واحنا يمنا الشغلة هاي. ما متدخلين يعني في اليوم لا بخصوصياتهم ولا لنا علاقة بهم. المادة 57 ما حد يدخل بها، لا السفارة الأمريكية أو السفارة الأمريكية ولا الأمريكية ولا كل دولة بالعراق، لأن يعني العراق دولة هي بعدها وعدها مسؤولين وعدها وزراء وعدها رئيس جمهورية وعدها رئيس الوزراء. أهلا بكم. وراء كل مصيبة في العراق سفارة، عبارة رددت كثيرا فاختلف الكثيرون حول صحتها ومصادقها، إلى أن غردت السفيرة، فالشعور بالقلق لا يراودها إلا عند لحظة ضرب الأجندات وتدمير المخططات، ومؤشرات حقوق المرأة والطفل لا نراها ترتفع عند المظلومية الحقة، وغزة أبسط الأمثلة، لكنها تتجاوز المقاييس عند المضي بأي خطوة تثبت الأركان الصحيحة للأسرة العراقية. هل تحولتم لمشرعين في البرلمان أم في الدين؟ وكلاهما لا يمسانكم بصلة، فأنتم بلاد الإلحاد والشواذ لا تعرفون غير الهمجية الشعواء، سلاحاً تضربون به المجتمعات. ونبشركم كل هذا طويناه طي الصحف، أما اليوم لا نقبل بالتوجيهات ولا نستمع حتى للنصائح، وما بيننا وبينكم عد تنازلي لإنهاء مهام التحالف. وفي العراق مقاومة قالت كلمتها، ومن الجمهورية الإسلامية رد، وإن طال انتظاره فهو سيهدد وجودكم وينهي مشاريع الصهيونة بالمنطقة. ولا سلام على أعداء الإسلام ولا هم يحزنون. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، أرحب بكم من جديد. ملفنا الأول سيكون عن تدخل السفيرة الأمريكية بالشأن العراقي الداخلي، وآخرها تعليقها على قانون الأحوال المدنية والحملات الممنهجة ضد القانون من قبل بعض المنظمات والشخصيات. نفتتح الحوار بهذا الملف مع المحامية سجى العامري. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا. سجى، بداية من لحظة إعلان تعديل القانون لحد الآن، منظمات وجهات مختلفة وحقوقيين وبالأخص محاميات نراهم على وسائل الإعلام وفي صفحاتهم الشخصية يشنون حملة على هذا القانون، وكأنما شرع ليضرب وينسف عادات وقيم المجتمع العراقي. كيف رأيت اليوم القانون، أولا كامرأة، ثانيا كحقوقية ومحامية؟ أول شيء شكراً لقناتكم الفضيلة اللي سمحت لنا وعطت المجال لتوضيح الرأي العام والشعب العراقي بخصوص تعديل المادة 2 من قانون الدستور العراقي اللي هي تضمن المادة 41. أشوف أنه هذا الشيء بمصلحة الشعب بالذات، أنه صارت انتهاكات بالأسرة العراقية، صارت تدخل القانون المدني بعد لازم ينتهي. شلون ينتهي استاذ؟ كثرة المشاكل الأسرية بين المجتمع العراقي بالأخص العائلة العراقية. أكيد النواب الأخيرار طبعا، وأكيد كل من كان إلى صوت رأي، أنه لما نطرق المادة 2 مو عبطا، لا، شاف كثرة المشاكل، فإحنا من حقنا أنه كل شخص كهسه أنا أجي مرات يجيني موكل ست زين، أنا مذهبي عفوا أنا مذهبي جعفري، يا ست أنا ما أمشي على مذهبي جعفري، زين ست أنا يجيني شخص ثاني موكل ست أنا مذهبي حنفي، ليش ما أمشي أنا على مذهب الحنفي؟ نعم.
هنا مطالبات واضحه وصريحة، احنا ما حكمنا ولا عدمنا ولا سوينا، احنا طالبنا بحق هو موجود والدستور. ليش القانون السابق يعني اللي مذهب جعفري ما يمشي على هذا المذهب؟ استاذ احنا القانون الحالي والفعال ومستمر بالعراق هو قانون مدني مو قانون اسلامي، اي بعض به طبعا بأحكام شريعة متضمنة بس مو مختص بالشريعة. نعم قانون مدني عام 1959 موجود ومثبت، بس هو ما ينضم للشريعة الإسلامية بشيء، أو ما جعل للفرد حرية اختيار تناول شؤونهم الاجتماعية أو علاقتهم الزوجية أو علاقتهم بالميراث أو أي حياة خاصة بهم، جعلهم محدودين بقانون مدني لم يثبت ولم يكتب من المرجعية بالعراق أو الأمة الإسلامية العراقيين بالأخص. شنو أبرز الإشكاليات اللي تشوفيها كمختصة بالقانون الحالي؟ تمام خلينا نقول إحنا طبعاً أني بكل لقاء أذكر وأقول إنه مادة 57 أثارت جدل واسع جداً وأظهرت الحقيقة للملأ وبالذات من هم يمثلون مجلس النواب، أظهرت المشاكل الاجتماعية التي يمر بها الفرد سواء كان الرجل أو كانت المرأة أو سواء كان عوائل الشهداء من متابعة والرعي والاهتمام بأطفالهم. ندر إحنا أستاذ قوة المجتمع بالجيل المستقبل، أنا لما نخليه جيل مستقبل لا يبنى على تقاليد وعلى تعاليم هنا شيء صعب جدا. الهدف الأساسي من المنظمات السياسية التي تحارب الإسلام هي إنهاء المجتمع العراقي، جعل الأطفال هم بما يسمى بتحت الألوان أو يتبنوا تقاليد وعادات هي غير موجودة بالمجتمع العراقي، فإحنا وقفنا ضد لهم والشريعة الإسلامية وقفت ضد لهم. وأيضاً احنا ان الشرف وبكل فخر نفتخر ونقول انه احنا سادتنا وعمايمنا وكل من هو مؤثر وكلهم كل من يمثل الاسلام سواء كان جعفري او سواء كان حنفي وقف ضد واعلن انضمامه لتعديل ماده 2 لانها ماده هي الاقرب للمجتمع وهي جعل منها حريه الاختيار باداره شؤون الاسره العراقيه. طيب خلي اخذ مثلا مكان المعترضين اليوم، بعض المعترضين على هذا القانون يقول إذا كان الزوج مثلا شخص سيء مؤذي لزوجته يضربها الكثير من الأمور اللي تحدث بالحياة اليومية وأذى زوجته وراح الزعلانة، هل من الإنصاف أنه تبقى هي وأطفالها بدون نفقة يصرف عليها الزوج؟ توضيح سيادتكم أول شيء وللمتابعين، أول شيء إحنا المذاهب الإسلامية لم تعطي المسودة ولم تذكرها حاليا زي. إحنا ما نجتهد بشيء ونعطي كلام ما موجود بأرض الواقع، المسودة الشريعة الإسلامية لم تذكر سواء كان من المذهب الجعفري أو دور الإفتاء السنة، احنا هاي اجتهادات كثير ثالوها حتى يغضبوني حتى شون يعني استاذ يزرعون البلبلة بين الأفراد المجتمع العراقي، هذا الشيء بعد ما مطروق ولا مطروح ولا مناقش، وبإمكانهم إن طلع هذا الشيء وإن طلع الملأ بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم. تدري استاذ احنا لما يقترح قانون احنا إيه لحق شنو اللي مطروح حتى اليوم انتم مؤيدين اللي مطروح؟ بعد ما موجود المسودة الشريعية بعدها ما موجودة ولا طالعة على العلن حتى اني اجي اعترض واقول احنا صح عندنا ايضا بمذاهبنا الجعفر مذهب الجعفر عندنا من يحرم النفقة، بس احنا حاليا بالاجتهاد تدري عند اجتماع المذاهب سواء كان بالمذهب الجعفري اعطاء رايهم للاعلم واحنا كنا يمثلنا كمامة متدارة ومتعرف عليها احنا المذهب الاعلم هو السيد الحسين السيد السستاني اكيد باتفاق المذاهب اجمعين هذا الشيء انه هو يمثل الفئه الشيعيه جيد تمام. اما دور الافتاء السني ايضا هم فجاي يثيرون مجرد يحاولون يثيرون البلد او يحاولون يثيرون ضجه المجتمع جيد. العراقي جيد. اذا تسمحي لي ارحب برئيس مركز الحوار للفكر والاصلاح الشيخ مجيد العقابي. سماحه الشيخ مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا مرحبا مركز الفكر للحوار والاصلاح. نعم اهلا بحضرتك. سماحه الشيخ السفيرة الأمريكية تشعر بالقلق على التعديل الذي سيضاف على قانون الأحوال وتقول يقوض حقوق المرأة والطفل، شنو رأيكم بهذا التعليق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلما تنازلنا عن هويتنا وأصبح هنالك تلميع للقضايا حسب المزاج وأصبح الله يعبد بالطريقة المزاجية والارتجالية صار هنالك تدخل من الغرب. نحن لا ننم الغربي والعدو والجاهل
والمارق والناكث وغير ذلك، نلوم الذين ينتمون إلى المنظومة القيمية الأخلاقية الإسلامية الذين يجلدون ذاتهم بطريقة واضحة وكاشفة حتى أننا أصبحنا لا نستطيع أن ندافع بسبب هذه الحجج الداخلية. اليوم عندما تتحدث السفيرة أو غيرها، هذا التدخل ليس بالتدخل الجديد، إنما المعيب على الذين ينتمون إلى ذلك الصوت الهادر من خارج الحدود ويعتبرون أنفسهم ينتمون إلى دين وإلى وطن تحكمه جغرافيا وتحكمه قوانين، وهم يعني يعيشون تحت حماية العلم والدستور. المفروض أن الفرد العراقي وأي فرد في أي دولة ينتمي إلى دستوره، إلى قانونه، إلى نظامه، إلى أعرافه. تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة الله لم يسلطه على الشريعة فقط، بل سلطه على العرف وقال له خذ العرف وأمر بمعروف خذ العرف. هذا العرف أي عرف؟ هذا الذي هو في سيرة متشرعة. اليوم لما كان الصبيحة الشيخ داود 1947 قد رمت الحجاب، خرج المجتمع العراقي مظاهرات لأنها رمت الحجاب. اليوم أصبحنا نتهم بالجاهلية والرجعية لأننا نطالب بحقوقنا ولأننا نريد شريعة الله أن تكون في الأرض. فهذه طبعا التدخلات الخارجية وغيرها ليست بالجديدة، ما زال هنالك إمعات وشخصيات داخلية تتلقى وتتلقف هذه التوجيهات من خارج الحدود وتحاول أن تثلم الإسلام من الداخل، لكن هيهات الإسلام قوي. شوف أنت هاي زيادة 40 الآن، ملايين من الناس يذهبون إلى أبي عبد الله مع أنه يمارس على هذا الشعب وعلى المسلمين وعلى مذهب التشيع طيلة السنة، مرة زواج المثلية، مرة التبرج، مرة الخمر، مرة المخدرات، مرة ولكن لاحظ كيف أنهم يعني البوصلة تعود من جديد ويتحول الكنترول بيد الإسلام من جديد، رغم كل الضغوطات، رغم كل تلك الهجمات الإعلامية والفكرية والسياسية. نحن من 7 مساء يوميا إلى 12 نصطدم بواقع سياسي مرير، نصطدم بواقع اجتماعي مرير. الإعلام برامج سياسة وبرامج يعني الغير هادفة، ولكن مع ذلك تأتي 40 ويأتي الحسين ليعيد الناس إلى الدين. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ هذه كلمة الحسين، هي التي تعيد الناس على الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع بمثل يزيد. فأنا واقعا أنأى بنفسي أن أتحدث عن تدخلات السفيرة وغيرها. قبل يعني بال 2004 خرجت لقاء على قناة عالمية وكان معي المقدم من مصر وكان مستشار بوش آنذاك هو المتحدث، فقلت أنأى بنفسي أن أخاطبك، أنتم رعاة بقر وأنا حضارة 7000 سنة، فأين الثرى من الثرية؟ نعم جيد سماحة الشيخ، ما أهمية هذا التعديل حتى اليوم نشوف يصل الموضوع وتتحدث به السفيرة بهذه الطريقة، أهميته على المجتمع العراقي؟ لا، هو بالحقيقة مسألة السفيرة إذا كان حديثنا سوف يبقى عند هذه الشخصية، أعتقد يعني التدخل السافر واضح جدا، حتى أنهم صاروا يمارسون، يخططون لنا ديننا، يخططون أعرافنا. يعني اليوم لما ما أدري أستخاف أقول كلمة، ومثل سيد رشيد الله يعطي الصحة هم يستخدمونها ويتحولون إلى مجتمع مثالي. زين السؤال، لما سيد رشيد تحدث بعبارة هو وصف، ما صنف الناس، وصفه فعلا كل من يتحدث ضد الدين فاسد، ما كلمة واضحة. يعني القرآن الكريم تحدث بالكافر والمشرك والمارق وهذه صفات القرآن يصفهم بالحمار، بل هم أضل البهائم، بل هم أضل يعني على كل. لكن ما يتحدثون اللي سووا ضجة على سيد رشيد وعلى كل متدين، ما يتحدثون على تلك التي تخرج بملء فمها تصف العراقيين بأنهم ذكور وليسوا برجال، أو تصفهم بأنهم يمارسون عفوا اللواط علانية، أو لا يتحدثون على ذلك الذي يجرح مشاعر الأغلبية عندما يقول أنه في النجف الأشرف يوجد كذا ويهين المقدسات. نعم. هذه عادة عندهم الكلمات، بس يطلع واحد منا يتحدث ويصف الأشياء بوصفها، أصلا وصف السيد كلش كان مؤدب، والله أولئك الذين وصفهم كان المفروض يعني ينالون ما يستحقونه، حيث أنهم يعني حتى عبارة الفساد فاقوها. لأن اليوم لما تطلع امرأة علانية بالإعلام تشتم الرجال، إذن هذه انسلخت من أنوثتها ومن أعرافنا ومن ديننا ومن كل شيء. هذه اللهجة ما كانت محمودة في المجتمع العراقي أن تتحدث امرأة عن الرجال بهذه الطريقة. من عارض ما كان هذا موجود أبدا، هذا استهتار علانية، استهتار وعملية عفوا انقلاب على قيم العراقيين وعلى تاريخ العراقيين. هذا استهتار فاضح، وكل من يسكت على من نشاهده الآن إذا كان بالإعلام أو بالمدونات أو بما يسمى بالفتح الجروبات فهو عفوا يعني أقرب إلى الدياثة،
فقد انتزعت منه الغيرة والشرف والناموس، والله غيار ويحب الغيارين. نعم سماحة الشيخ، الكثير من المعترضين على هذا التعديل شاهدناهم في وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من الشخصيات حتى المعروفة والمؤثرة في المجتمع. ما الذي يراد من هذا التوجه وهذا الاعتراض بهذه الطريقة الشديدة؟ التشويش، التشويش. وإلا يعني تتخيل، أنا سمعت رأي محامية وليست بمحامية طبعا، لأن مهنة المحاماة أقدس بنظري من أن يعني عفوا تمثلها واحدة مأزومة طلقت 3 مرات فتحاول أن تمرن مشروعها الفاسد على المجتمع وتأتي بإسقاطاتها النفسية. على كل، تقول أنه إحنا نقبل الآن عملية الحضانة بيننا وبينكم، يعني إحنا نستجدي مثلا من فلان وفلان، نستجدي مثلا من ألف من 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 التاريخ الماضي البعثي إلى يومنا الرجال يأنون، وحتى المرأة تأن بالمناسبة، المرأة التي لا تسجل بالمحكمة يعني هذه حقوقها تسلب. اليوم هذا القانون إذا تم تعديله يعني يضمن حقوق المرأة. أكو قضية أخرى، المرأة فقط في ست يعني تصنف زوجة، ما الأم امرأة والأخت امرأة والبنت امرأة، 3 أصناف نسبية، لماذا لا يتحدثون عنها؟ وبالتالي تطلع نائبة وللأسف جاهلة تقول احنا عندنا مشكلة ويا القوم بالتاريخ من إلى الآن على قضية فدك. يا جاهلة أقولها بملء الفم، إن كنت لا 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 تدرين ولا تعرفين وأنت يعني في البرلمان، ألا تعرفين أن قضية ميراث البنت غير ميراث الزوجة؟ الزهراء بنت النبي مو زوجته، فيحق لها أن ترث. أضف إلى ذلك قضية فدك مو حجة واحدة، النحلة والميراث وبعد ذلك يعني حقوق أهل البيت، والزهراء قدمت الأوراق الثبوتية 3 وبعد ذلك يعني ما استطاعته وحصل ما حصل في قصة فدك. بالنتيجة الزهراء بنت ترث والأم ترث والأخت ترث، الزوجة ترث كذلك ما عدا وخل الأرض لعلل وأسباب طرحت في مقامها ومكانها. ليش هذا كله يترك ويهمل وتؤتى فقط أن المرأة سوف تظلم، الزوجة تظلم، الزوجة كذا، ثم هذا التهديد العلانية. أنا أستغرب الأمن الوطني الاستخبارات، أستغرب من الأمن الداخلي، هذا مو يعيث، مو هذا يهدد السلم الاجتماعي. لما تطلع امرأة بملء فمها تقول أقتل أولادي أو أقول أنه النساء سيقتلن أولادهن بعد التعديل، هذا مو تحريض؟ يعني ما أعرف والله، غريب. يعني كلمة سيد رشيد قال أنه فاسدة انهارت الصفحات بالشتم والسب على العمامة وعلى رجال الدين، بس إحنا لما يتم التعميم علينا أنه إحنا رجالات الدين وراء البارات وراء المراقص، ما حد يشيل الغيرة. منو اللي رجع داعش؟ مو العمامة؟ منو اللي وقف قدام هدام؟ مو العمامة؟ من اللي بثورة 20؟ مو العمامة؟ هسه العمامة أصبحت للأسف هكذا رجعية وجاهلية. من اللي حافظ على وحدة الصف العراقي؟ مو العمامة؟ مو فتوى السيد سيستاني؟ معمم لو لابس لطربوش السيد؟ ما أدري يعني، أنا استغرب هم إعلامنا، هذا إعلامنا، عندنا قنوات مئات، وين صوتها؟ لماذا هذا السكوت والنكوص؟ شنو عايشين الإعلام؟ عايش بتقية؟ شنو القصة؟ فهمونا. حتى همنا إذا صارت عملية الإعلام الشيعي بالتحديد يخجل من هويته حتى نعرف شو نسوي، نروح نطالب اليونسكو واليونسيف والقنوات العالمية الخارجية، عم تعالوا احنا عندنا مظلومية نريد نسولف بيها. جيد، حسب المعلومات المتوفرة لديك، كيف سيتعامل القانون الجديد مع موضوع النفقة للزوجة وللأطفال؟ هذا الموضوع ربما يثير حفيظة الكثير من والله يا عزيزي طيب. أستاذ محمد اللي يثير يثيره ويلطخ راسه بحائط، أنا أول مرة أتحدث بيش لغة بس حائط يما يضرب كله مثل ما يقول، عمي عيب ترى نبرر ديننا، لن ترضى عليك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثق بالله تطيهم حضانة ما يفيد، تتنازل عن قانونك أخي، هاي قضية مسلسل يومية تطلع لنا قضية يومية إلى لا سمعت إلى الشيخ يقول لك إذا كان الزوج إنسان سيء وترك زوجته وأولادها يم أهلها بدون هسه هو منو جاي يبرر الجهة؟ أستاذ محمد هو منو جاي يدافع عن جهة؟ إحنا جاي ندافع عن قيمنا وتاريخنا، ما جاي ندافع عن الرجل، إحنا جاي ندافع عن قانون يضمن حق المرأة وحق الرجل والطفولة. شنو رأيك؟ حق المرأة هذه التي تزوج خارج المحكمة ولا يقبل منها حتى تصل سن 18، والقانونيين هم هذا متخصصين اسألهم. نعم. هذه الآن القانون يقول يا بيت إذا زوجت خارج المحكمة يصير مثلا بالقانون تسجل، بعد الطفولة كذلك، هذا الطفل اللي سنتين يعني الشرع يقول إلى 7 سنوات راح تصير 7 سنوات بدل ما تبقى طول العمر، يعني تتقبلون يطلعون لك بس المرأة حنينة على الطفل، ما يطلعون المرأة اللي رمت طفلها من على جسر الأمة
ولا تلك التي خنقته في برميل الماء، ولا تلك في كركوك التي قطعته ورمته في برميل الماء، ولا اللي بالكوت، ولا بكربلاء اللي ضربته ببلوكه، ها، ولا تلك التي لها بنات أربعة يتم اغتصابهن من زوج المرأة الأم، ها، هذا كله غطيه، بس تعال طلع لي رجل مخش آدمي، وعما أنا اتفق وياك نصف الرجال مخش آدمي. يقول لك زوجة الأب أيضا مو مصدر ثقة للطفل، ودليل مثلا موسى وغيره، شاهدنا الكثير من الحالات. وقبالة نفسي زوج الأم هم أنا مو مصدر ثقة، دير بالك هسه هذا زوجة الأم ممكن تضربه ممكن تعنفه، بس هذاك زوج الأم يغتصب. يا رجال يا أهل الغيرة يا مجتمعنا، شنو بيكم صار؟ هذا جاي يغتصب بنات العراقيات، يتم اغتصابهم، طلعوهم بالتلفزيون، مو احكي لك من الغيب، طلعوهم عمي ما اريد، اكو برنامج طلع موجود ادخل بيوتيوب، اربعه قاعدين يشتكين انه زوج الام يغتصبهن وغيره من الحالات، وراجع سوي استقراء. انا ما لي دخل الان، شوف انا ارى ان القضيه شرعيه، الام زينه الاب زين، مو شغلي. اذا نسوي استقراء، انا شوف اليوم عندي كتاب عن الطلاق، قعدت بمدينه الصدر هذه المحكمه، كان هم اللامي ما اذكر اسمه، القاضي لامي صديقي، قلت له اريد اكتب اخذ استقراء، لما رحت قعدت بعدين مزقت اوراقي ورجعت للدار. الطلاق اللي جاي يصير يا اخي ثلاث ارباع مقسوم الى قسمين او ثلاث اقسام. نعم. القسم الاول الاقتصادي طبعا، وهذا ما اعتقد السبب الرئيسي اللي يخلي المراه تترك زوجها. امهاتنا شاف الحصار وضيم واكلا، يعني مثل ما نقول الخبز اليابس، ما صار هذا اللي صار. النقطه الثانيه الجوهريه اللي هدمت البيوت هي قضيه التكنولوجيا، يعني قضيه الخيانات. المراه اللي تحمل موبايل اللي بالليل مع كذا، وما نعمم طبعا، بس انا هذا شفته. نعم. النقطه الثالثه الصيحات، اخي صيحات، منظمات تشتغل صبح وليل، صبح وليل، انت كيان، انت بوحدك تقدرين، انت قادره، انت كذا، وانت بالنسبه لك لا تعطين مجال للزوج. الله سبحانه وتعالى قوم الدنيا على الذكر والانثى، الله سبحانه وتعالى جعل سنته الكونيه ان الزوج هو القوام. تجي المراه بعد 1400 سنه من نظام محمد بن عبد الله يصير القران مضروب والشريعه مو زينه، والله سبحانه وتعالى همينه هم ما عنده علم ايش راح يصير ب 2024 اللي. نعم. تطلع لنا اصوات. نعم. نشاز، وتطلع هذه الوحيده هي المدافعه. عمي خافتم عن بالكم في اوروبا المراه مرتاحه؟ دروح شوفوا اقرا، 37 مليون امراه امريكيه تحمل السلاح، كل من وصل اليها اخذ ما يريد ورماها. عندهم يحملون الكلاب بالقطط استاذ محمد، تعرف ليش؟ هذول الجهال ايش عبالهم؟ عبالهم هذول مجتمع انساني، اللي يقتلون غزه مجتمع انساني. اسمع، هذه تربي قطه وكلب لان اولادها يتركوها تبقى تعيش ويا الحيوانات، اما احنا البيبيه والجده تعيش بوسط احفادها. لذلك لما شافوا منظومتهم الاخلاقيه انهارت ما قدروا يصمدون ويشوفون الشعب الاسلامي والعربي والعراقي مرتاح البال والعوائل متراصه. لا، لازم نهدم هاي الاسر، لازم نهدمها. نعم. جيد، سمحت الشيخ اعود لحضرتك، استجاب بصراحه كم حاله وقضيه لحضانه الاباء مرفوعه بالمحاكم ومتضررين من القانون الحالي، يعني حسب ما مرت عليك كمختصه. تمام استاذ. لو ما الظلم اللي شفته، طبعا كثير من التساؤلات كثير من الهجمات صارت على سجل العامري، لو ما الظلم اللي شفته اللي مسيته بالمجتمع اللي هم اولاد بلدي الغيورين المدافعين عن حقوق وحضانه اللي هم ما ماخذين حق سالبين حق حضانه اطفالهم، يريدون يراعون اطفالهم، حرمان من الطفل، اني خلينا صار بالوضع العراقي وصار بالمجتمع وبالمحاكم انه الطفل وسيله كسر للاباء، وانا مصره على هذا الكلام استاذ. كثير من الحالات موجوده ومثبته وعلى الملأ، كثير من المناشدات جاي نشوفها استاذ، كثير ما جاي نشوف عوائل، اني ما حد ما يستصعبني، انا سبق ان لقيت وحكيت وقلت هذا الشيء، امراه 80 سنه من عمرها باحد محاكم بغداد شفتها، يعني انا جاي اتمشى شفتها كانت تقول لي ست، يعني انزل ابوس، يعني ست بس خلي يشوفوني، خلي اريد اشوف احفادي. هذا الموقف استاذ، يعني اني ام ضحت اعطت اغلى ما تملك، اعلى ما تملك اللي هو ابنها، ضحى من اجل حمايه وحفظ كرامه المجتمع العراقي وحفظ صهيونيه، يعني حارب داعش. هذه الزوجه حارمه البيبيه انه تشوف احفادها. نعم استاذ، نعم، أعطت أغلى ما تملك من أجل حفاظ على حقوق وكرامة اللي هسه هم جاي يدعون بالمرأة. زين، إذا كانت المرأة، يعني بس سؤال واحد أواجه وأحكي وأقول، لو ما أولادنا، لو ما شهدائنا اللي المقابر اللي تنشد لهم واللي هذا،
يعني لو ما هم كان هسه حضرتنا احنا واقفين هنا جاي نحكي جاي نقول جاي نسوي، هل من الحق الالهي؟ هذا القانون الحالي ما يسمح لهذه البيبي ممنوع استاذ، بعد 2021 صار ممنوع الاصطحاب والمشاهده ومن امتناع منعا باتا، صار الاب ذليل، يجعلون من الرجل العراقي صاحب الغيره ذليل، يجعلون من الطفل العراقي يريدون كل الجهات ضد التعديل وضد، انا ما اقول ضد، ضد حق الهي اللي طبعا الحضانه حق الهي، ضد الاسلام باكمله، يجعلون منهم سلب حقوق هي حقوق الهيه احنا ما فارضيها عليهم، حق الهي موجود ومثبت، يريدون يسلبونه من اجل سياسيات سياسه واضحه ومستدركه، واحنا من شفنا التغريده اللي موجوده، احنا كنا نقول يابا اكو تدخلات سياسيه، تدخلات تريد تهدم العراق، انتبهوا يا مجتمعنا، انتبهوا عليها يا امهاتنا يا اخواتنا، انتبهوا على هذا الشيء، وطلع حسه بعد خلص انحصروا، خلينا نقول احنا صاروا مضيقة، بعد لازم يحكون على علن، وطبعا هذا التصرف ايضا المفروض اني من وزارة الخارجية توجه تأنذار او تنبيه، ما من حقها السفيرة الامريكية ان تعطي رأيا بشؤون العراق، لان احنا دولة اسلامية هي ما من حقها تعطينا شؤون الا اذا احنا طلبنا تدخلها. حالات الطلاق كثيرة جدا بالسنوات الاخيرة، نعم. الكثير بسببها بسبب الخيانات على مواقع التواصل وغيرها سواء من الرجل او المرأة، لكن اليوم نشوف البعض يقول ايه هذا القانون ساند المرأة لما يشوفها خلاص انا اخذ لي نفقة مليون مليون وربع 900 800 واخذ اطفالي من عنده وخلي يروح شي يسوي خلي يسوي. هل لهذا القانون دور بتشجيع المرأة على ربما الذهاب بهذه الأمور؟ القانون اللي حالي استاذ قصدك تقصد به؟ طبعا استاذ أنا ما جاي أجيب مثل ما سبق أكو حالات واقعية موجودة من خلال مهنتي اللي صارت فتش أو الدعاوى اللي نزلتيها. كثير من الحالات استاذ احنا للأسف الشديد احنا عندنا الخيانة الزوجية إلها بيها شروط سواء كان الرجل أو المرأة، احنا ما عندنا قانون صريح يعيبها، اتجهنا إلى الزنا الزوجيه وكثير ما تم غلقها للاسف الشديد لان ماكو ماده صريحه تحكم هذا الشيء، زين هنا انا كمراه او كرجل انا انخان ما اكو ماده تعاقبني هنا ما راح اشجعك انا على الخيانه. بهذه الحاله الرجل يتضرر والمراه تتضرر والعائله الاسريه تتضرر. لا بهذه الحاله اذا صار نعم. الموضوع طلاق راح نعم. يروحون الاطفال للام طبعا ويدفع نفقه حال اكيد حال كل حقوقه هو الممنون الها. نعم لان للاسف ما تحدثتي لي عن ابرز الحالات اللي مرت عليك من خلال الظلم اللي عانوه الاباء من هذا الامر من ناحية بعض استاذ نعم. بعض الحالات تصير اللي مع الاسف حتى المحامين يعلمون الامهات بانه لا تحضرين مرتين بالثالثه كسريها وروحي خلي يشوفهم هاي المشاهده الاسبوعيه يمكن بالمحكمه. للاسف استاذ صدر قرار من الهيئه الموسعه انه قرار المشاهده والاصطحاب بعد نعم. قيام الاب بدعوه جزائيه ما راح يسقط عنها الحضانه. هذا شيء يعني واضح وصريح جدا على التشجيع. مو قلت لك استاذ هذا القانون هو اذلال الرجل العراقي مختصر مفيد. جيد شيخ مجيد اعود لحضرتك في حال تاثر البرلمان بموجات المعارضه والصوت العالي للاطراف المعارضه ماذا سيكون دوركم كمتصدين من خلال المنبر ومن خلال بقيه الوسائل المتاحه لحضراتكم؟ يعني اذا برلماننا الذي المفروض يمثل اراده الشعب وهذا هالمرة المرجعيات والعلماء والمعممين وكل هذا وبالتالي تنتصر كم وحدة هذا معناه احنا يعني عفوا يعني لا دولة يعني ماكو دولة ماكو برلمان هذا البرلمان نكفر به تدري ليش لانه هذا راح يخلي كلمة بعض الذين خرجوا عن هذا القانون يستهزئون ويتمضحكون بالعراقي ويقولون ما يمشي القانون ايش مدريهم معناه اذا اكو يعني مثل ما يقول واحد باص منهم ما يمشي فإذا ما مشي تثبت عمالة حتى البرلمانيين يعني واضح هذا فإحنا لا أنا أتصور أن الذين الآن ينبرون وعلى الشيعة الإمامية هم كذلك لأن الآن المذهب متهم مع أن أنا مثل ما يقول طلع شعر بلساني وضحت من البداية أن قضية الزواج التسع سنوات موجودة عند المذهب الأخوة السنة مو عند الشيعة يستندون على رواية السيدة عائشة في البخاري وإحنا تسع سنوات يا أخي سن بلوغ مو زواج واحنا ما تتزوج وحده اذا ما كان يعني الاب يدرخ مو نرمي بناتنا بالشارع ولا كوش منطق انا ما سامع واحد وحده 9 سنوات ولا حتى 12 سنه ولا 13 ممكن 15 سامع 15 فما فوق وال15 ترى دير بالك يعني بالتعداديه مثل ما نقول مو صغيره
يعني والبنت مو مثل الرجل، يعني البنت طبيعتها فسلجتها تكون عادة يمكن توقف ويا واحد شاب عمره 20 سنة يا 10 سنوات. لو حتى بهذا القانون تتزوج سيد وتروح تصدقه بالمحكمة نفس الموضوع. وهذا القانون يقول 18 و15 إذا كان هنالك مصلحة، إيه شنو راح يتغير؟ أنا راح أقول لك في القضية، إحنا الإمامية يا أستاذ محمد نختلف بالطلاق والزواج عن المذاهب الأخرى، بالطلاق لدينا تضييق. لان احنا عندنا يعني مصير اسره، نفكر المعصوم يقول لا طلاق الا بشاهدين عدلين، وبنفس الوقت الا ان يكون الرجل غير مضطر والمراه تكون على طهر. فالاخوه لا، مثل الافلام المصريه انت طالق طلقه خلص بعد ما بيها مجال. احنا لا، صعوب بالطلاق. ولذلك لما يجي القانون الان هاي البنت والزوج يعني مثلا ثق بالله هذا دفاع عن المرأة. تدري ليش؟ بعض العشائر بعض القبائل يصير ابن عمه واخذها تزوجها، من تزوجوا ما يقدر يسجل بالمحكمة لان هي عمرها 15 وهو عمره 16 مثلا 17. على كل ما عندهم اجرة المحكمة، بعضهم ما عندهم، والناس تريد تستر بنتها وتستر ابنها، يزوجوهم بالطريقة البسيطة العرفية القديمة. هذا يعني عن من المجتمع ترى واسمع واشوف. نعم. وبرامجنا وصفحاتنا تجينا هواي مناشدات ونطلع على الوضع الاجتماعي. لذلك انا مهتم بالانثروبولوجيا والكتب واكتب بالعلم الاجتماع بكثره من خلال ما اراه وما يحيط بي. فهذا يطلقها وفي مال لا طلقت راحت قعدت يمها لها مال حقوق. يوم يصيب بالمحكمه هسه لا يقدر يطلقها بسهوله، هي تاخذ حقوقها. لانه احنا بالمناسبه الشيعه مو الا عند الطلاق، لا عند المطالبة وعند الميسرة يعني أقرب الأجلين، لكن الأخوة السنة إلا بالطلاق. والأخوة السنة بالطلاق وممكن قصته ما أدري، يعني تطلع بعض الأخوات والأخوة اللي هم رافضين التعديل ما أدري كأنه عدهم بس كأنه خالينهم على سكة وحافظين كم حكاية. حتى طريقة عفوا يعني اقرأ سيميائيتهم وفن التعبير ولغة الجسد. نعم. كأنه مدربين على قضية ثابتة ما عدهم إلا هذا الحديث ويكررونه، وفوق كل ذلك يستهزئون بمن يطالب بالقانون أو يقولون ويتهمون أننا نرجع إلى المذهبية. وين المذهبية؟ سني يطلق على سنة والشيعة على الشيعة والمسيحي حتى الملحد من حقه يروح للقانون المدني. من راح يفرض التشيع؟ احنا هاي الأراضي اللي حررناها ما حولناها شيعية نجي نحول قانون وإحنا غلبية. إيش وقت عهدتم الإمامية والشيعة عندهم تغيير ديموغرافي ويريدون توسع الدائرة؟ عمي هذا للشيعة باحهم بالأربعين ايش قد نسبة السنة؟ سمعت الشيخ اسمع محمد حبيبي، ايش قد نسبة السنة والمسيح اللي يزورون 2%؟ قصائد الشيعة 3/4 ايش قال السنة وايش حكى المسيح؟ يرحبون بالرايح والجاي. واحنا الاغلبية هم دول اللي يزورون كلهم شيعة. نعم. او تكون فد 3/4 سنة 5/6 مسيحيين. شوف القصائد، شوف الكلام، كل ما تلتقي بواحد زائر قال لك لا فرق بين السنة والشيعة، واذا واحد سني نصب موكب هذا الشيعة تقول عنده دخل ما ادري حرر ما ادري شنو، حرر فلسطين. هيك عندهم حب الشيعة وهيك عندهم علاقة اجتماعية وهيك الشيعة يحافظون على المواطنة وهيك الشيعة يحبون اخوانهم وما عندنا تفرقة ابدا. احنا ابدا، انا قبل ايام اصلا قبل هاي القانون هذه الشيعة من العراقيين، انا قبل هذا القانون حتى صارت تجمع لي قلت ما ادري باي قناة قبل محرم قلت يعني لابد من تجريم كل من لا يزوج بين المذاهب. احنا عراقيين نزوج بيناتنا، كافي هالخطاب الطائف. هذا تحريض على الشيعة أصلا غير مبرئ الذمة من يتهم التشيع. هذول جاي يسقطون بمذهب أهل البيت يا قانون الأحوال. ذول دي يشتمون الإمام الصادق، دي يشتمون القرآن النبي، كل من يعتدي على أهل البيت. يعني يطلعون بكل صلافة يقولون الشيعي يتزوج منقطع بهالطريقة. ليش هو من 13 أكو زواج قلت تاني بالمذاهب الأخرى أسوأ من المنقطع؟ إيش معنى بس المنقطع؟ ثم وين عندنا إحنا بالمنقطع إياها تمسكها منقطع؟ عيب، هذا عيب جيد، هذا عيب، هذه إساءة للعراقيين والعراقيات. باختصار شديد على ما يبدو المرجعية مؤيدة جدا لهذا التحقيق، مو على ما يبدو هذا مؤيد عبر وكلاءها وهذا الموضوع واضح. لا هذا مؤيد، يعني هذا مؤيد. ما فائدة هذا التعديل على المجتمع العراقي وعلى المشاكل الكثيرة و ارتفاع حالات الطلاق؟ هسه انا ذكرت لك وهم اكرر لك، اولا هذه المرأة سوف يكون لها حصانة قانونية، الرجل كذلك، الاولاد يكونون بين الزوج والزوجة، الطلاق سوف يتم تقليله. لانه انت لما تجي تشوف هذا الطفل بين الام اكيد يعني هم يعني نعم من يكبر تكون عنده بعض القضايا النفسية، وبالتالي سيكولوجيته ما تكون مستقرة مثل الطفل الذي يتربى بين الأب والأم. كذلك تكون عملية الطلاق تقل لأنه أكو راح يشوفون مصدات قانونية أمامهم. إحنا نريد نقلل حالات الطلاق. ثم قضية الطاعة كذلك، عما أكو استهتار
أنا مع احتراماتي أنا مناصر للمرأة وأدخل ورشات قيادة، بس هالفترة أكو شيء دا يصير غريب، أكو شيء دا يسلخون المرأة أن تحترم الزوج، تحترم الدين، تحترم العراق. نعم. كل شيء نعم. يردون المرأة تدوس كل شيء، هاي مو المرأة العراقية عمي. نعم. عمي المرأة العراقية يعني بأيام الحرب 8 سنوات، حرب الحصار، حرب الأمريكان، مكسور ظهرها، تخيط لبست. نعم. السواد منذ أن تزوجت ما كان عندنا. إذا تسمح لي جاوزنا على الوقت رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، شكرك جزيل الشكر، وأيضا المحامية سجى العامري، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تعليق السفيرة الأمريكية على قانون الأحوال الشخصية، نتابع. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن إعلان البنتاغون نشر 30,000 جندي في المنطقة تحسبا للرد الإيراني، وتزامنا مع إعلان المقاومة العراقية انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة للتفاوض مع الأمريكان. نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية بالمنطقة، البنتاغون يعلن التموضع مجددا بالشرق الأوسط مع نشر 30,000 جندي أمريكي، بالوقت الذي يترقب فيه الكيان الصهيوني ردود فعل انتقامية من إيران، وسط التأكيد من الحرس الثوري الإيراني على إن ضربة آتية في الوقت المناسب. الرد الإيراني لا بد منه، يعني هكذا تحدثت القيادة الإيرانية، فنعتقد أن مهما كانت الولايات المتحدة بنشر الجنود قد يكون لحالة إعلامية أو لزوبة إعلامية، ولكن الرد الإيراني لا بد منه، يعني وهذه سياسة إيران، وبالتالي نعتقد أن إيران سوف تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للرد، وبالتالي أن كل هذه الذي تقوم به الولايات المتحدة لن يقف عائقا أمام تنفيذ الرد الإيراني. يؤكد محللون أن التوغل الأمريكي في المنطقة يأتي تحسبا من الاستهدافات تزامنا مع انتهاء المهلة التي منحتها المقاومة العراقية للحكومة بشأن التفاوض مع الأمريكان للقيام بإجراءات الانسحاب بشكل نهائي من العراق، إلا أن تلك المحاولات لم تصل إلى اتفاق ينهي التواجد الأمريكي. المهلة اللي أعطتها المقاومة هاي مهلة لها الأمريكا على الانسحاب، ولكن الانسحاب الأمريكي دون جدوى، ولكن سوف تقوم المقاومة بضرب كل المصالح المتواجدة الأمريكية المتواجدة بالعراق، لأنه أعطتها مهلة والمهلة انتهت. بعد هدوء نسبي لعدة أسابيع، يؤكد مختصون أن استمرار التواجد الأمريكي في العراق سيكون تحت مرمى نيران المقاومة العراقية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للانسحاب من البلاد. من بغداد شعبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن محور الحديث في ملفنا الثاني سيكون مع القيادي في دولة القانون
الدكتور الشيخ حيدر لامي. مرحبا بحضرتك. سلمكم الله. اهلا وسهلا. اهلا بك صراحه. ما ادري تحب نقول لك دكتور ولا شيخ شنو؟ لا عفوا انا مو دكتور بعدني. ما حاصل على الدكتوراه بس شيخ حيدر. طالب في مرحله الدكتوراه لو يعني الماجستير ان شاء الله. ان شاء الله موفق. سمحت الشيخ، المقاومه الاسلاميه بالعراق اعلنت للحكومه انه انتهت المهله اللي اعطتها وبالتالي خياراتها مفتوحه. زين، برايك شنو الخيارات اللي ممكن ان تقدم عليها المقاومه وما هي الحلول تزامنا مع المعطيات الجديده في المنطقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه على محمد واله الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. واقعا هناك فرق كبير بين ما يجري، ما نتكلم به، ما يجري في المنطقه وما يدور في فلك الحكومة. الراعي الأول للعراق هو الحكومة. الحكومة هي اللي تنظم ما موجود على أرض العراق وتحاول أن تكون متوازنة فيما يدور في المنطقة. اليوم المنطقة يعني أعتقد فيها بأنها في عنق الزجاجة لما قام به الكيان الإسرائيلي الغاصب المؤقت من عملية دنيئة في اغتيال شخصية كبيرة من القيادات، القيادي المدير المكتب السياسي لحماس في 31 من تموز المنصرم. هذه الجريمة النكراء التي قام بها في داخل الجمهورية الإسلامية، هذا أدى إلى انتهاك لكثير من الاتفاقات الدولية، حقوق الإنسان، كثير منها. لكن الصمت العالمي والتعاطف مع الكيان الإسرائيلي، الوقوف مع الكيان الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين وقياداته، أدى إلى أنه الجمهورية الإسلامية تطالب بهذا الحق. فمن ضمن المطالبات بالحق أن يكون هناك رد، وهذا الرد، هناك فرق كبير بين الرد أن يكون رد الدولة الإيرانية أو المقاومة الإسلامية المنتشرة هو في أرجاء المنطقة. بينما المنطقة تترقب الرد الإيراني، اليوم الجانب الأمريكي ينشر 30,000 جندي بالمنطقة. شنو الخيارات أو شنو موقف المقاومة مع هذا التحرك؟ يعني هناك تخبط في اعتقادي بالقرارات الأمريكية منذ استشهاد القيادي في حماس هنيئة. الأمر اللي دعا أنه عدم تمكن أمريكا من قراءة ما موجود في الفكر الجمهورية الإسلامية أدى إلى هذا التخبط. يعني ما يقارب قبل أسبوع أو أكثر صرحت نائبة الناطق الرسمي وكبير الصحفيين في البنتاغون سينغ أنه إلى الآن خياراتنا متغيرة ولا نعلم ماذا ستكون بالأيام القادمة. قبل 4 أيام صرح باتريك رايدر الناطق باسم البنتاغون أنه سوف يكون هناك انتشار كبير في المنطقة من ما يقارب 40 إلى 34 مقاتل أمريكي في المنطقة. ونحن نعلم أن هناك خط ناري ممتد من القواعد التي موجودة في من البحرين إلى قطر إلى الكويت. نعم. هذه كلها دخلت في الإنذار، يعني والمنطقة كلها على يعني على يعني فيها كثير من نقول على كف عفريت يعني الآن. لذلك الحكومة العراقية بادرت إلى أن تكون هناك لقاءات، فصرح بذلك قبل يعني البارحة يوم الثلاثاء صرح وزير الخارجية العراقي أنه منعنا أو أوقفنا القوات الأمريكية من أن تكون هناك ضربة على المقاومة العراقية، وهذا يحسب للمفاوض العراقي ووزارة الخارجية العراقية بإيقاف هذا الأمر. وأؤكد أنه هذا الأمر هو أمريكا أيضا كانت تريد هذا التدخل، كون أمريكا لا تريد أن تفتح الحرب على مصراعيها لكونها تريد المحافظة ولا تريد أن تزيد التوتر في المنطقة وتريد المحافظة على أنه الكيان الإسرائيلي الغاصب المؤقت أن يكون بعيدا عن مرمى المقاومة. إذا تسمح لي،
الباحث والأكاديمي ودبلوماسي السابق دكتور عباس خاميار من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سكايب، أرحب بحضرتك في حصاد الأيام وأسألك عن رأي الجمهورية الإسلامية بانتشار 30,000 جندي في المنطقة، وما علاقة هذا الانتشار بالرد الإيراني المتوقع، وممكن أن نشوف تحرك لحماية الكيان الصهيوني بهذه الخطوة في المنطقة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني هذه الأرقام وهذا العدد وكثير من هذه يعني الأنباء التي نسمعها في الفترة الأخيرة والحشد العسكري والأمني الأمريكي والنيتو في المنطقة، هذا أمر أصبح بالنسبة للإيرانيين أمر عادي جدا، لأنه تعودنا على هذا الأمر منذ أكثر من 4 عقود وأكثر، وشاهدنا على مدى تاريخ الثورة الإسلامية عندما قامت القوات الأمريكية يعني الهجوم المعروف في صحراء طبس والذي أدى إلى ذلك الطوفان الإلهي والمجزرة التي قامت بحق هؤلاء، المجزرة الغيب التي الحقيقة حلت بهؤلاء. ومن ذلك الوقت كانت هذه الأساطير، كانت هذه الجيوش ومتواجدة في المنطقة، لا يخيف المواطن الإيراني هذا الحشد وهذا التهديد وهذه الحرب النفسية. في أيام كنا نحن بحاجة إلى حتى أسلاك لحماية أراضينا ولحماية شعبنا، وكانت هذه محرمة علينا من قبل دكتور عباس. بهذا الانتشار وهذا التحرك الجديد، هل يريد الجانب الأمريكي أن يوصل رسالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وما مفادها، أم أنه تأكد من جدية وجاهزية الجمهورية الإسلامية بالرد على الكيان الصهيوني؟ لا، هذه الرسائل كانت وما زالت هي رسائل عسكرية مباشرة، هي رسائل غير مباشرة، رسائل دبلوماسية. وفود وسطاء زاروا إيران، وسطاء اتصلوا بإيران، وزراء رؤساء الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اتصلوا وتحدثوا بصراحة. هذا الرد الإيراني المرتقب هو رد قانوني حسب المادة 51 من يعني ميثاق الأمم المتحدة. هناك اعتداء على الجمهورية الإسلامية وعلى الأراضي الإيرانية وعلى كرامة الشعب الإيراني وعلى السيادة الإيرانية. الجميع يؤكد على هذا الرد اعتداء الإمام الخامنئي الذي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور، إلى وزير الدفاع الذي أعطيت له الثقة اليوم في البرلمان الإيراني، والذي كان في حديثه وفي خطابه في مجلس الشورى الإسلامي كانت تطرق إلى هذا الرد، إلى الرد الإيراني الذي سيأتي بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. لا أحد هنا في إيران يستطيع، وهناك إجماع وهناك تنافر بين السياسيين وبين العسكريين وبين الأمنيين وبين التيارات السياسية والاتجاهات المختلفة والمتعددة. نعم، هناك إجماع بأن هذا الرد لا بد منه. جيد. وهذا الرد سيأتي. أنا أتصور، يعني هذه أخي الفاضل، هذه نقطة مهمة جدا، أنا أتصور الرد هو بدأ أصلا، يعني هذه الحرب النفسية، هذه العقوبات التي بالنهاية في إطار هذا الرد فرضت على الكيان الصهيوني، هذا الخوف والهلع وهذا الانهيار. جيد، أعود لحضرتك دكتور إذا تسمح لي. المطارات والطائرات والمصانع كل هذا يعتبر ضمن الرد الذي لن يبدأ عسكريا ولكنه بدأ جيد نفسيا وبدأ اقتصاديا وبدأ أمنيا. جيد، إذا تسمح لي دكتور أعود لحضرتك. سمعت الشيخ اليوم البعض يتساءل عن الرد الإيراني وموعد الرد الإيراني، يقول لك بعد شوية حكومة وتم منحها ثقة، إذن شنو اللي ينتظر الجانب الإيراني حتى يرد؟ وهل من الممكن
أن المفاوضات مع الدول العظمى تغير مسار هذا الرد أو طريقة هذا الرد؟ طبعا أنت تعلم وحتى أمريكا تعلم القدرة السيد الإمام الخامنئي أدام الله ظله الوارث، أنه قيادة حكيمة وصاحب فكر عالي، وهو متمرس بالحروب ولديه قدرة على إدارة مثل هذه الملفات. فقد مارس، كان رئيسا للجمهورية في الحرب العراقية الإيرانية، وكان من الذين يديرون معارك كبيرة في حتى في الداخل والخارج. فلذلك هم يعلمون أنهم أمام جنرال حقيقي في 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 تأسيس إلى إدارة معارك حقيقية. هذا الرجل كبير ذو كياسة عالية. المخاوف الأولى من تفكير السيد القائد الخامنئي، فهم يضعون كل شيء أمام عينهم إنه هناك ما يحدث قد يكون أسوأ مما يفكرون. فهنا مثل ما تكلم أخونا من طهران إنه الحرب بدأت، حرب النفسية نعم، لكن لا أحد يتوقع ما هو في فكر السيد القائد السيد الخامنئي، وما هي الردود الكبيرة، وما يعرف عن نقاط الضعف والخاصرة الضعيفة للكيان الإسرائيلي أو لأمريكا بقواعدها المنتشرة في العراق والمنطقة. هل تتوقع أن يكون الرد مختلفا عن الردود السابقة للجمهورية الإسلامية؟ وأيضا أسألك على توقعاتك، سيكون الرد من الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر أم عبر فصائل المقاومة في الوقت؟ كل الحلول مطروحة، يعني مرة نتكلم عن رد دولة إيرانية، ومرة نتكلم عن مقاومة هي امتداد للدولة الإسلامية. أكيد الخيارات مفتوحة، وهناك طرق للرد متعددة، وهناك مفاجآت يمتلكها السيد القائد. نعم. قد إنه أمريكا لم تفكر بها، لكن الأهم من ذلك كل الردود التي تريد أن تقوم بها الجمهورية الإسلامية هي من حقها، كون اعتدي عليها أكثر من مرة وكانت تنصاع إلى العقل والحكمة، وكانت الوساطات الكبيرة التي تكون مع الجمهورية الإسلامية وترضى بها الجمهورية الإسلامية، كونها دولة حكيمة ذا فكر عالي ذا تأسيس عالي ذا جهات عليا. أريد شوي أخذك من الرد الإيراني وأسألك عن موقف الحكومة وجهودها الحكومة العراقية بتأجيل إنهاء ملف التحالف الدولي بالعراق، شو نشوف هذا الموضوع؟ يعني أعتقد يعني أول شيء يجب أن نعرف من هم الناتو. الناتو وجد على أرض العراق بعد قضية داعش، وطلبت بذلك أمريكا، وأمريكا هي على رأس الناتو. ترامب اللعين يقول الناتو أمريكي، فقضية خروج الناتو من العراق هي قضية قد تكون وقتية، وهذا ما طالبت به الحكومة العراقية، تأجيلها غدا أو بعد غد شهر سنة. نعم. هذا أمر يعني منتهن عنه. الأهم من ذلك هو خروج القوات الأمريكية، خروج الأمريكان من العراق والمنطقة. يعني أنا كشيخ حيدر اللامي لا أطالب فقط بإخراج القوات الأمريكية من العراق، لكن أطالب بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. ما تعمله أمريكا بالمنطقة وفي العراق هو أمر مرفوض جملة وتفصيل، كونها تمارس التنمر على الحكومات، على يعني جميع الحكومات وعلى المنطقة، وتمارس قضايا كثيرة مرفوضة يعني بالمنطقة، قضايا اجتماعية، قضايا حقوقية. كل القضايا تصادر بها حقوق الإنسان. كنت أتمنى الوقت يسعفنا سماحة الشيخ، لكن بسؤال أخير إلى الدكتور عباس. دكتور عباس، أسألك، أنه إيران أعلنت اليوم انتهاء التحقيقات في حادثة تحطم مروحة الشهيد رئيسي، شنو كانت النتائج وهل تم إغلاق هذا الملف نهائيا باختصار؟ نعم، هو يعني تقريبا هو في وقته أعلن، وهذه كانت اللجنة المحققة التي هي شكلت، وكانت كم يعني من كافة المؤسسات المعنية، وصلت إلى طبيعي إلى أمر نهائي، تقريبا نهائي كان نعم، بأن هذا الحادث هو حادث يعني
تابع للظرف الزمني، الظرف الطقس والأمور الجوية المعقدة في تلك المنطقة، وكل الأمور كانت تشير بأن التنظيم كان يعني دقيقا، وكان من المفترض لأنه الأجواء هناك غير مفاجئة دائما، ولذلك كانت هو طلب إحدى القرى يعني على طريق الرئيس الشهيد رئيسي، كانت مطالبات شعبية قروية للقاء السيد، والسيد هناك التقى بهم، وهذا التأخير هو الذي الحقيقة سبب هذا الحادث بسبب رداءة الجو التي كانت مرتقبة والتي كانت يعني مؤكدة من قبل نعم. مركز الأرصاد الجوية، ولكن نعم. على حال دكتور عباس أعتذر منك لضيق الوقت، يعني الباحث والدبلوماسي السابق نعم. الدكتور عباس خاميار أشكرك جزيل الشكر، والقيادي في دولة القانون الشيخ حيدر اللامي شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.